السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم سريعا كده عن فايل وجاين. طبعا ان شاء الله الفايل سهل، ما فيهوش مسائل كتير جديدة، كل المسائل او معظمها معاد شرحناه قبل كده، ولكن يعني رغبة الزملاء ان احنا ان شاء الله نخلصه بالمرة ويبقى كده خلصنا كل المسائل. فتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناخد اول مسألة. بيقول لي لانولين كونتين 72% وول فات. طبعا عارفين الفرق بين اللانولين والول فات، مين الهيدروس ومين الانهيدروس، ده هتسمعوه في السيوتكس المفروض تكونوا ذاكرتوه يعني. اند 28% ووتر نيدد ان فورمولا 36 جرام وول فات و20 جرام من الووتر. يعني هو كده مبدئيا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان اللانولين ده بيحتوي على 72% وول فات و28% ووتر، تمام. طب انا عايز اعمل فورمولا، الفورمولا دي هيبقى فيها 36 جرام وول فات و20 جرام من الووتر، هاخد قد ايه من اللانولين ده واضيف لو انا محتاج اكمل ولا حاجه ميه، هضيف ميه من بره قد ايه؟ ده معنى السؤال. يعني انا دلوقتي عندي لانولين، اللانولين ده بيبقى فيه 72% من كتلته وول فات و28 الباقيين بيبقوا ميه. طيب انا محتاج احضر فورمولا يبقى فيها 36 جرام من الوول فات و20 جرام من الميه. قول لي بقى من اللي فوق ده هاخد قد ايه من اللانولين، ولو هيكفي الكميه ميه اتس اوكي، مش هيكفي يبقى هضيف ميه من بره، تمام كده. تعالوا بالراحة كده زي ما تعودنا، لما الاقي 72% يبقى اروح افكها على طول، يبقى انا عندي 72 جرام من الوول فات موجودين في 100 جرام من اللانولين، صح كده؟ نفس الفكرة اللي احنا تعودنا عليها. طب انا عايز 36 جرام، دي الفورمولا بتاعتي، من الوول فات هتبقى في قد ايه من اللانولين، او هاخد قد ايه يعني من اللانولين، الكمية اللي هتبقى موجودة في اللانولين دي اللي انا هاخدها. 50 لما نضرب طرفين في وسطين هنلاقيها 50 جرام من اللانولين، تمام، بسهولة خالص اهي، تمام كده. طيب ال 50 جرام بقى دول انا عايز اشوف فيهم قد ايه مية، صح كده؟ مش انا قلت في مية وفي انا محتاج 20 جرام مية، اشوف ال 50 هيكفوني ال 20 ولا محتاج اضيف من بره. يبقى انا مبدئيا كده نعلم على ال 50 جرام لانولين ده اللي انا محتاجه. طيب انا عندي هو اصلا قايل لي فوق ان ال 100 جرام من اللانولين بتحتوي على كام؟ 72%، يعني 72 جرام منها من ال 100 جرام، زي مثلا انا واخد 100 جرام 72 جرام منهم هيبقوا الفات و28 ميه. طب ال 100 جرام دول فيهم 28 جرام من الووتر، صح كده؟ ال 50 جرام بقى هيبقوا فيهم كام؟ باللوجيك كده هيبقى فيهم 14 جرام، لما نقسم على 2 هيبقى 14 جرام ووتر. طيب انا الفورمولا بتاعتي مش 14 جرام، ده انا محتاج اوصل بالميه لحد 20 جرام ووتر، يبقى انا كده جاست بس ان انا هضيف من بره 14 من 20 يعني 6 جرام ميه، صح كده؟ يبقى انا كده الفورمولا النهائيه بتاعتي لقيتها ان انا هاخد 50 جرام من اللانولين هتديني ال 36 جرام وول فات و14 جرام ووتر، وهضيف عليهم انا من عندي عشان اكمل ال 14 دي الى 20 جرام اللي هو عايزها، 6 جرام من الووتر من بره. ودي اول مساله وسهله يعني. تعالوا نشوف المساله رقم 2. 35 years old man who weight الويت بتاعه 70 كي جي 70 كيلو جرام، و he has normal renal function needs an intravenous infusion of antibiotic carbenicillin والديزايرد ستيدي ستيت بتاعه البلازما كونسنتريشن اللي هو السي اس اس 15 مللي جرام بير دي سي لتر. طبعا كنا اتكلمنا عن الكلام ده في الفارماكوكاينتكس، والمساله دي تقريبا هي موجوده في هذا الشابتر بتاع سي بي ار 5. تعالوا نكملها كده، ولو هي ترجعوا لها بقى في الفيديو بتاعها شرحناها قبل كده. The physician wants two antibiotic to infuse into patient. لا هي موجودة فعلا وفي عليها اسئلة تحت اللودنج دوز هي طيب خليني ابص عليها كده في السي بي ار موجودة رقم كام عشان اقول لكم اللي بيسمع الفيديو. دي السي بي ار هي موجودة رقم 6 إلى 11، دي موجودة في شابترز Comprehensive Pharmacy Review شابتر 5 اللي هو بتاع الفارماكوكاينتكس. المسألة من 6 إلى 11 عليها كل الحاجات دي، فمش هنضيع فيها وقت تاني، اللي حابب يسمعها يسمعها.
حلها والموضوع سهل خلاص، مفيش داعي ان احنا نسمعها تاني. نمبر 3 find out CSS، محتاج الـ steady state concentration، وانا عندي الـ VD يبقى رقم 3 دلوقتي، انا محتاج الـ CSS اهو. لما عندي الـ VD 3 liter per hour مفيش حاجة اسمها كده، يبقى نشيل الـ per hour دي، هي 3 لتر بس. تمام، الـ T half بتاعتي 2.5، 2.5، مش محدد ساعة ولا اي حاجة، احنا هنحسبها على 2.5 وخلاص، مش هنحط تمييز. الانفيوجن ريت اللي هو الار بيساوي 100 ميلي جرام بير اور، الار ده اللي هو الانفيوجن ريت. also mentioned the patient had has had renal impairment I think، يعني how much take to. طيب المسألة دي يعني الصياغة بتاعتها مش صح قوي يعني، فخلونا كده نقول هو محتاج ال CSS لما ال VD يبقى calculate، نقول المسألة calculate ال CSS لما ال VD 3 liter وال T half بتاعتي 2.5 hour وال infusion rate 100، احسب له ال CSS بتاعته كده، خلاص السؤال خلص لحد هنا. تمام، يبقى الجزء الاخير ده ملوش اي لازمه. ال CSS عارفين الايكويشن بتاعتها بيساوي R في F، لو انا ال F دي طبعا هي واحد ولكن نحفظ القانون زي ما احنا تعودنا، K في VD. ال R بتاعتي اللي هي 100 ملي جرام بير اور على ال K بتاعتي، اقدر اجيبها من T half، انا جبت ال K خلاص. ال VD بتاعتي 3، يبقى اقسم بقى كل ده هتطلع لي ال CSS بسهوله. تعالوا نشوف نمبر 4 سريعا كده، بيقول لي كيدز تيكس، او كيد واحد بقى تيكس 250 ملي جرام مترونيدازول كل 8 ساعات، يبقى 250 ملي جرام في 3، ايتش كونتيننج 500، الاسترانث بتاعي 500 ملي جرام على ال 500 مل، وكل 1 مل بيحتوي على 0.135 ملي مول من الصوديوم. محتاج بقى هاو ميني صوديوم، الصوديوم الموجود في التوتال دوز. طيب بسهوله قوي التوتال دوز اطلعها 250 في 3 يعني 750 ملي جرام. ال 750 ملي جرام دول موجودين في اكس مل، لما ال 500 ملي جرام موجودين في 500 مل، باللوجيك مش محتاجه ولا طرفين ولا وسطين، هي 750 مل. هنا 500 بقى 750. طيب ال 750 مل اللي انا طلعتهم كتوتال دوز دول، عايز يعرف بقى فيهم قد ايه صوديوم، يبقى فيهم كام ملي مول من الصوديوم. لما عندي هو قايل لي ال 1 ملي مول، الواحد ملي لتر اسف، في كام 0.135 ملي مول من الصوديوم، طرفين في وسطين، يبقى 750 في 0.135 هتطلع لي بسهوله، يبقى رقم 4 سهله. رقم 5 بيقول لي هاو ماتش ملي مول من الليثيوم، 300 ملي جرام ليثيوم كربونيت، يبقى دي رقم 5. عايز قد ايه ملي مول من الليثيوم، ملي مول من الليثيوم قد ايه في ليثيوم كربونيت Li2CO3، المفروض هنا في 2. 300 ملي جرام، خدت 300 ملي جرام، الليثيوم بتاعي 7 والمولكيولار ويت بتاع الليثيوم باي كارب، قلنا الحاجات اللي شبه كده، بنكتب الايكويشن الليثيوم باي كربونيت Li2CO3، هو كده كده بيبقى مديني الفورمولا نفسها، ولكن انا بعمل الديسوشيشن بتاعي براحتي، بيتحول ل 2 Li، 2 ليثيوم اهو، ناخد بالنا من الارقام، زائد CO3، مش محتاج ده في حاجه، هو مش قايل لي عنه حاجه. اذا ال 1 مولكيولار ويت اللي هو بيساوي 73.81% من الليثيوم باي كارب، هيديني 2 في المولكيولار ويت بتاع الليثيوم اللي هو 7، 2 في 7، هنا لو حطيت جرام هحط هنا جرام، تمام؟ حطيت هنا ملي جرام هحط هنا ملي جرام، كده كده هيبقوا ايكوفالنت لبعض، فهو مديني 300 ملي جرام، فباللوجيك كده عشان توحد على طول، ما تضربش بقى تضرب وتقسم والكلام ده، يبقى شيل الجرام وحط ملي جرام. طيب هو بيقول لي بقى ال 300 ملي جرام، طب انا لو عندي 73.81% ملي جرام فيهم 2 في 7 ب 14 ملي جرام من الليثيوم، طب ال 300 ملي جرام من الليثيوم باي كربونيت دول هيبقى فيهم اكس من الليثيوم 300 في 14 على 73.8 هتديني الويت على طول.
تمام، يبقى الويت اوف ليثيوم اهو هيديني الرقم ده، ولكن هو مش عايز كده، ده هو عايز النمبر اوف ملي مول بسهوله قوي. النمبر اوف ملي مول بقى خدناه الويت بالملي جرام على المولكيولار ويت، والايكويشنز دي مهمه. الويت انا لسه جايبه اهو، هحطه هنا على المولكيولار ويت بتاع الليثيوم، اخد بالي اللي هو 7. تمام، المساله برضو سهله. نمبر 6 بيقول لي ايه؟ وات از ا باي افيلابيلتي اوف دراج اوف هيباتيك اكسكريشن. الهيباتيك اكسكريشن بتاعه 0.6، يبقى دي نمبر 6. الهيباتيك اكسكريشن 0.6 والابزوربشن 40%. دايما انا عندي الايكويشن اللي احنا حطيناها على الجروب، الايكويشنز كلها بتاع البايو افيلابيلتي جمعتها لكم في ورقه وحطيتها على الجروب، فراجعوا بقى الحاجات اللي على الجروب. الاف اللي هي البايو افيلابيلتي بتساوي ايه؟ بتساوي الابزوربشن، النسبه اللي حصل لها امتصاص. طبعا النسبه بتبقى 40%، انا بعملها رقم 0.4، 40% تبقى 0.4 اللي هي 40 على 100، تمام، اللي هي 0 مع 0 يبقى 0.4 اللي هي 4 من 10. في واحد ناقص الايه؟ الاكسكريشن ريشيو اللي هو الاي ار. اكسكريشن ريشيو ده غالبا بيبقى هيباتيك اكسكريشن ريشيو. طيب الابزوربشن زي ما احنا قلنا 0.4، ال 0.4 دي هضربها في واحد ناقص الهيباتيك اكستراكشن او اكسكريشن ريشيو اللي هو مديهولي 0.6، يبقى اطرح بقى واضرب وهتطلع لي الرقم بتاعي 100 600 مل. او ايه دي؟ دي شكلها مساله ثانيه، مش مع البايو افيلابيلتي. نيد 600 مل اوف 30% بط هاز او هاف 50%. هاو ماتش؟ يعني باللوجيك كده هو عايز يحضر 30% كونسنتريشن، عايز يحضر 600 مل منه. يعني دي المساله اللي هي مش برقم، دي بدون رقم اللي بعد 6 على طول. عايز يحضر، عشان بس الصيغه تبقى مناسبه للناس وتعرف تحلها سهله جدا، هو بس الفكره ان هو عايز يحضر 600 مل من 30% سوليوشن، اهو ده اللي عايز يحضره، وانا ما عنديش غير 50%. يبقى انا هو مديني 2 كونسنتريشن اهو و1 فوليوم، يبقى على طول الايكويشن اللي احنا قلنا هنستخدمها كتير C1V1 equals C2V2. انا عندي 2 كونسنتريشن و1 فوليوم، يبقى محتاج الفوليوم الثاني. يبقى 50% في V1 مثلا هيساوي 30% في 600، او العكس مفيش مشكلة، هتطلع برضو بسهولة جدا. تمام، يبقى نمبر 7 دي اللي هي بدون رقم اللي احنا حليناها دي. نمبر 7 احنا ممكن بس نلاقي الصيغة بتاعت المسألة مش مستصاغة قوي، فاحنا بنحاول نقربها عشان نقدر نحلها ونستفيد من الكونسبت او الفكرة بتاعتها. بيقول لي ايه؟ 0.16 ملي جرام بتوصل ل 0.4 في 6 ساعات. يعني بيقول لي ان الدراج كان عندي 0.16 ملي جرام في الاول، وبعد 6 ساعات ريتش الكونسنتريشن ده او الرقم بتاع الدواء ل 0.04 بعد 6 ساعات. تمام، محتاج بقى من حضرتك ان كالكوليت التي هاف بتاعتك. طيب هو مش مديني اي بيانات تانية، يبقى بسهولة قوي اشوف الـ 0.16 همشي معاها لحد ما اوصل للـ 0.4، اشوف انا وصلت ليها بعد كام تي هاف، وهقدر اخد التي هاف بتاعتي الواحدة هتبقى قد كده، لان هو مش مديني بيانات تانية فانا همشي معاها. الـ 0.16 هتبقى 0.08 لما اضرب في 50% او اقسم على 2، وتاني هتبقى 0.04، لقيت الـ 0.04 اهي عند الكونسنتريشن اللي هو اداهولي بعد 6 ساعات. يبقى كل الفترة دي من الاول للاخر اخدت 6 ساعات، يبقى هنا 3 ساعات وهنا 3 ساعات. كل تي هاف بيضرب للنص، يعني بينزل للنص الكونسنتريشن بتاعي، او بيحصل اليمينيشن ل 50%. يبقى بعد 6 ساعات كنا عدينا 2 تي هاف، يبقى ال 1 تي هاف كام؟ 3 اورز. تمام، طبعا هي هنا محلوله 12 غلط، هي 3 ساعات التي هاف الواحده 3 ساعات، فصلحوها بقى عندكم. رقم 8 بيقول لي ايه؟ كالكوليت البي سي ام. البي سي ام اللي هو الباراسيتامول، هتلاقي الاختصار ده متكرر كتير. فور شيلدرن 2 ييرز اولد، مش هيهمني، اهم حاجه الوزن. في الحاجات الويت بيز دي يهمني قوي الوزن،
12 كي جي حضرتك هتحفظ ان جرعة الباراسيتامول 15 ام جي بير كي جي بير دوز. يبقى جرعة الباراسيتامول مهمة، هي طبعا رينج من 10 ل 15، ولكن كل الكالكوليشن اتحلت على 15 ملي جرام بير كي جي بير دوز، وناخد بالنا ان هي الجرعة الواحدة، وطبعا 5 جرعات في اليوم اتس اوكي مفيش مشكله. ولكن لو جالي الرقم ده بقى في الامتحان برقم تاني، زي مثلا هو حسبها على 10، احسبها على 11، على 12، ما يهمنيش، ولكن احنا بناخد زي ما تعودنا الكونسبت. يبقى ال 15 في 12 اهو 15 ملي جرام بير كي جي بير دوز، و 15 في 12 جيفن محتاج يعرف الدوز قد ايه. يبقى انا 15 ملي جرام في ال 12، 15 في 12 هتطلع لي 180 ملي جرام. هاخد قد ايه بقى في الجرعه الواحده؟ لو كان عندي السترينث في الازازه 120 ملي جرام، سهل قوي، 120 ملي جرام لكل 5 مل. طب انا عندي 180 ملي جرام، دول هيبقوا كام في الجرعه الواحده دي؟ مش ادي لي دوز، دي ال 1 دوز. 5 ملي لتر هتبقى هنا اكس، طرفين في وسطين بسهولة جدا هتطلع لي. نمبر 9 بيقول لي ايه؟ 1.5 بارت بير مليون، يعني 1.5 جرام لكل 10 اس 6 مل او مليون، يعني تو بروديوس 6000 مل 30% ويت بير فوليوم. المسألة مش منطقية خالص، ولكن تعالوا نشوف الحل ونقرب المسألة لأقرب حاجة يعني ليها. 1.5 الالف مل 6000 مل، يعني هي المسألة المفروض تبقى ايه؟ انا عايز احضر 600 مل من 1.5 بارت بير مليون، الكونسنتريشن بتاعي ده، وعندي تركيز واحد بس 30%. ده يعني الاكسبريشن الصحيح المفروض يمشي بيه المسألة، يعني اشطبوا على دي خالص، وزي ما انا هقولكوا هنا ابتدوا حلوا بيها هتلاقوا المنطق ابتدى يتوافق مع بعضه. للأسف في كم مسألة كده كنت عديت سريعا قبل كده لقيت الاكسبريشن غلط، يعني او الكلام مكتوب غلط. يبقى انا هنا كل فكرتي ان انا عايز احضر 600 مل، نفس الفكرة اللي احنا قلناها من شوية، عايز احضر 600 مل من 1.5 بارت بير مليون، وما عنديش غير تركيز واحد اللي هو 30%. فانا من 30% ويت بير فوليوم ده احضر 600 مل 1.5 بارت بير مليون. يبقى دي الفورمولا بتاعتي اللي انا عايز احضرها. تعال نخلصها الاول زي ما احنا تعودنا. 1.5 بارت بير مليون يعني 1.5 جرام لكل 10 اس 6. طيب كام جرام في 600 مل طرفين في وسطين؟ هيديني الاكس جرام في ال 600 مل اللي انا عايز احضرهم. تمام، هدخل بقى في الستوك سوليوشن بتاعي اللي هو 30% ويت بير فوليوم، يعني 30 جرام لكل 100 مل. طب انا طلعت اصلا اكس جرام دي هتبقى موجوده في كام مل؟ سهله جدا زي ما احنا تعودنا، احسبها بقى مره على 6000 مل ومره على 600 مل وشوف اقرب رقم هيطلع لي المساله دي. ولكن احنا قلنا الصيغه بتاع المساله او اعادنا الصياغه بتاعتها كاننا بنعمل ريفريزنج للجمل. يعني نمبر 10 بيقول لي ايه؟ بيقول لي البلازما كونسنتريشن فور سيف ليفل از 1، السيف ليفل بتاعي 1 عشان ما يحصلش اني توكسيستي يعني، فالسيف ليفل بتاعي قال لك هو 1. التي هاف بتاعتي 1.6 دايز. تمام، هاو ميني دايز ذا دراج شود تو ستوبد اند ريتيرن سيف ليفل؟ قد ايه بقى محتاج ان انا اوقف الدواء؟ يبقى هنا لازم يديني اصلا كونسنتريشن عشان اعرف انا هوقف قد ايه، والكونسنتريشن ده لما ينزل بالتي هاف بتاعتي المعينه دي هيبتدي ينزل للسيف ليفل. تمام، فهنا برضو المساله ناقصه. البلازما كونسنتريشن فور سيف ليفل 1، يبقى هو مديني السيف ليفل اهو، المفروض بقى يديني البلازما كونسنتريشن كانت كام. هاو ميني دايز عشان البلازما كونسنتريشن المفروض هو يديها لي دي نزلت ووصلت للسيف ليفل ان هو 1. تمام، طب تعالوا نشوف الانسر كده ونشوف بيعمل ايه. هو قال لي 2 تي هاف يعني 2 في 1.6، يعني 2 تي هاف يعني 2 مرتين تي هاف. يبقى انا السيف ليفل، تعال نمشيها بقى بالعكس، السيف ليفل كان 1 بعد 1 تي هاف هيبقى كام اللي هو قبل، يعني احنا كده قبل بيفور تي هاف كان الواحد ده كان 2، كان دبل الكونسنتريشن وهو بينزل 50%. طيب لو خدنا كمان تي هاف يبقى الكونسنتريشن الاولي المبدئي كان كام؟ 2 في 2 ب 4،
4% بقى 4 جرام مش تفرق معايا. يبقى ال CB الكونسنتريشن اللي هو كان عايزه وحل المسألة بناء عليها 2T half اللي هو الكونسنتريشن المفروض يكتبه لي فوق هنا ال CB بتاعك كان 4 تمام. وحضرتك عايز توقف الدواء قد ايه والتي هاف بتاعتك كانت 1.6 days عشان ترجع تاني للسيف ليفل او النورمال ليفل اللي هو 1، يبقى هتوقفه قد ايه 2T half اللي هي 2 في 1.6. يبقى انا كنت بادئ باربعة، سهل جدا، احنا مشيناها بالعكس عشان نفهم بس هو ايه الحاجة اللي نسيها، ولكن هو بنديني الاربعة اوريدي المفروض يدهالي في المثال او في المسألة نفسها من فوق. فالاربعة دي التي هاف بتاعها بعد اول تي هاف يبقى دي 1T half وصلت لاثنين، وبعد كمان 1T half يبقى دي وصلنا لاثنين تي هاف وصلت لواحد. يبقى انا عايز 2T half يعني 2 في 1.6 days هتطلع لي الرقم العادي تمام. يبقى بس تصلحوا المسألة ان هو الكونسنتريشن بتاعي اللي بادئ بيه 4 وعايز استنى قد ايه عشان اوصل للوان سيف ليفل ده تمام كده. يبقى احنا كده في رقم 11، هاو ماتش ادرينالين ان مل اوف 1 الى 1، يعني 1 جرام لكل 1000 مل. طب الواحد مل فيه قد ايه؟ سهلة جدا يعني طرفين في وسطين مش عايزة حاجة. رقم 12 اهي احنا في 12، if the drug is available in tablet of 0.125 and دي حليناها برضو في السي بي ار بتاع الديجوكسين وقال لك كل 12 ساعة حليناها دي سي اس اس هي ثواني كده. رقم 12 دي هتلاقوها مسألة 24 في السي بي ار تمام، مسألة رقم 24 في السي بي ار، فحضراتكم ايه ارجعوا لها وحلوها. رقم 13 بيقول الاريثروميسين دوز فور انفانت 33 ملي جرام بير كي جي ديفايدد ان 4 دوزز، يبقى انا هحسب الدوز دي واقسمها على 4 جرعات مش هديها في 4 جرعات، فناخد بالنا هي ديفايدد ولا توتال دوز 4 مرات في اليوم. افيلابل 125 نفس الفكره اللي احنا قلناها فوق، يبقى احنا برضو هنحسب الدوز، يبقى هو عايز برضو يحسبها بير دوز. يبقى انا اخد بالي ان انا هحسب التوتال دوز 33 ملي جرام في الكي جي بتاعتي اللي هي فين العيان 11 كيلو، العيان 11 كيلو يبقى 33 في 11، الرقم ده كله اللي هو 336 اخد بالي ان هو ده قسمته على 4 جرعات. يبقى انا دلوقتي كل الفكرة هنا او التريك ان انا اخد بالي ان هو ديفايدد الدوزز كلها بتاعت اليوم لاربع جرعات، يبقى اللي انا حسبته ده التوتال اللي هو 363 اقسمه على 4 عشان يطلع لي الوان دوز. الوان دوز طبعا هتطلع بالملي جرام، وانا عندي السترينث اللي هو 125 ملي جرام موجودين في 5 مل، يبقى حضرتك عايز الوان دوز هتبقى كام؟ احط ده ملي جرام هتبقى في اكس مل، سهلة جدا. طيب رقم 14 بيقول لي انيشال كونسنتريشن 16، هاو لونج ويل ات تيك فور كونسنتريشن تو ديكريز تو 4، يبقى 16 8 يبقى دي 1 تي هاف وال 8 4 2 تي هاف تمام. التي هاف بتاعتي 16 يبقى كام؟ قلنا 2 تي هاف في 16، سهله برضه. رقم 16 بيقول لي ايه ستوك سوليوشن كونتين 1 في يبقى دي 16 10 اس ماينس 4 مول بير لتر من الابينفرين، asking how much of stock solution added to 15 ml of water to give 2 في 10 أس سالب 6. يبقى انا دلوقتي عندي strength الفلاني هو وعايز اضيف 15 ملي ووتر اضيف ليهم concentration تاني 2 في 10 أس ماينس 6، وعايز الفوليوم اللي انا هضيفه ده قد ايه تمام. يبقى برضو نفس فكرتنا C1V1 equal C2V2، ال C1 اللي هي 15 مل في 2 في 10 أس ماينس 6 بيساوي الفوليوم اللي انا عايز اخده من الناحية التانية في 10 أس ماينس 4، يبقى طرفين في وسطين هيجي لي الفوليوم بسهولة جدا. Number 17 بيقول لي if a concentration of a drug in blood is 20 ملي جرام after 20 hour of administration become 2.5 calculate T half. يبقى انا برضو همشي معاه ال 20 ملي جرام هشوفها وصلت لحد 2.5 في كام T half، ال 20 هتبقى 10 هتبقى 5 هتبقى 2.5، يبقى دي 1 2 3 3 T half كانوا 20 hour صح كده.
يبقى ال 1 تي هاف الواحد بيساوي 20 على 3، يبقى سهل جدا بدون ما اعمل اي حاجة. طبعا هو هنا واخد القانون بتاع اللوك سي بي والكلام ده، موضوع هيطول يعني. هو جاب الكي ومن الكي جاب التي هاف، ولكن هنا سهل جدا ال 20 اقدر اجيبها ل 10، ال 10 ل 5 وال 5 ل 2 ونص، يعني انا مشيت 3 تي هاف، 3 تي هاف دول خدوا لي 20 ساعة، يبقى ال 1 تي هاف 20 على 3، سهلة جدا. تمام. طيب الريت اوف انفيوجن دي رقم 18، الريت اوف انفيوجن از كذا، انفيوزد ل 70 كيلو جرام، عايز التوتال دوز يبقى 2 في 70 بير اور. تمام، يعني الساعة الواحدة 2 في 70، طب انا هانفيوزد على 12 ساعة، يبقى 2 في 70 في 12. رقم دي كام؟ 19. A prescription contain 1% chlorhexidine to make a prescription. تانية، with total volume 100 ml we don't have chlorhexidine base, we have only chlorhexidine gluconate. حلينا حاجة زي كده تقريبا، 20% weight per volume solution. How many ml من chlorhexidine gluconate solution needed to prepare that formula؟ والmolecular weight بتاع البيز كذا والchlorhexidine كذا. يبقى كل الفكرة ان انا عندي chlorhexidine gluconate ده اللي عندي، ومحتاج احضر 1% من الكلوروهكسيدين بيز، الكلوروهكسيدين لوحده. طيب اخد قد ايه بعمل الكلوروهكسيدين جلوكونيت؟ هي ايكويفالنت لل 1% من الكلوروهكسيدين. كنا قلنا قبل كده ان كل 1 كلوروهكسيدين جلوكونيت بيتحول ل 1 كلوروهكسيدين بيز بلس 2 جلوكونيك اسيد، مش تفرق معانا دي، اهم حاجه دي. طيب هو بيقول لي المولكيولار ويت بتاع الكلوروهكسيدين كام؟ فين اهو؟ 9 7 9 و 8 من 10 جرام، هيديني 1 من المولكيولار ويت اللي هو 505 جرام من الكلوروهكسيدين، بس ده كلوروهكسيدين جلوكونيت، صح كده؟ طيب انا محتاج 1%، يبقى ال 1 جرام كلوروهكسيدين هيبقى موجود في قد ايه اكس جرام من الكلوروهكسيدين جلوكونيت؟ هيطلع لي الرقم بتاعي المقابل لل 1 جرام من الكلوروهكسيدين جلوكونيت. تمام. طب هو بيقول لي انا عندي فقط ال 20% كلوروهكسيدين جلوكونيت اللي هي ويت بير فوليوم، طبعا اللي هي تكافئ كام؟ 20 جرام من الكلوروهكسيدين جلوكونيت موجودين في 100 مل من السولوشن، صح كده؟ طب انا هنا الاكس دي طلعت لي رقم، يبقى الرقم ده هيتحط هنا اهو، بتكافئ بقى كام من السوليوشن عشان اطلعه؟ اكس مل، اكس مل من السوليوشن، سهله. يبقى انا جبت المكافئ للكلوروهكسيدين جلوكونيت بالمولكيولار ويت، وابتديت اشوف ال1 جرام هيبقى فيه كام من الكلوروهكسيدين جلوكونيت، واحطه في المعادله او السترينث اللي هو مديهولي، 20 جرام من الكلوروهكسيدين جلوكونيت موجودين في 100 مل سوليوشن، برضو سهله. رقم 20 دراج دوز 100 ملي جرام والبلازما كونسنتريشن 2.5 ملي مايكرو جرام بير مل، وات از ذا ووتر فوليوم ان ذس بيشنت، صح كده؟ يعني كانه بيسالني كده على الفي دي الدواء هيتوزع ازاي في البلازما، يعني البلازما كونسنتريشن عندي كونسنتريشن، انا عندي دايما الدوز انا حافظها كده بيساوي الكونسنتريشن في الفي دي، فبجيب اي حاجه منها. ال في دي بتاعتي اهي هتساوي الدوز على الكونسنتريشن بتاعي، الدوز اللي هو 100 ملي جرام، وطبعا هنا خد بالي ان هي بالمايك، الكونسنتريشن حاسبه لي بالمايك، يبقى هضرب فوق في 1000 على ال 2.5 بير مل، وهيطلع لي الرقم بتاعي بسهوله. رقم 21 نيو كارديا جلايكوسايد از ديفلوبد، برده دي في السي بي ار، دوروا بقى عليها، مش هقعد ادور على كل حاجه. والاسئله اللي عليها طبعا كان عليها تقريبا كام سؤال كده، فدوروا عليها ورجعوا لها تاني، بتاع نيو جلايكوسايد دي. افتر 5 تي هاف، سهله بقى جدا، هتمشي 5 تي هاف تشوفها هتطلع كام. دي رقم 24، هاو ميني مل من البوتاسيوم كلورايد؟ 23%، عايز قد ايه مل من البوتاسيوم كلورايد اللي هو 23%؟ قد ايه مل must be added to 1 لتر من الجلوكوز، عشان اضيفه على 1 لتر من الجلوكوز، الكونسنتريشن بتاعي 30 ملي مول بير لتر، ومديني المولكيولار ويت بتاع البوتاسيوم كلورايد، اذا يبقى انا هنا محتاج اوصل للكونسنتريشن ده، يبقى المفروض هاو ميني مل من البوتاسيوم كلورايد؟ 23% must be added to 1 لتر من الجلوكوز to
فورم سترينث او كونسنتريشن جديد اللي هو 30 ملي مول بير لتر. تمام، يبقى ده الكونسنتريشن او الفورمولا اللي انا عايز اوصل لها في الاخر، ده السترينث بتاعي. طيب بسهوله قوي من الملي مول اقدر اجيب الويت اللي هو الوزن بتاع البوتاسيوم كلورايد وارجع بقى ادخله في 23% ويت بير فوليوم. تعالوا نشوف هنحلها ازاي. ادي الملي مول بتاعتي، الملي مول بيساوي الويت بالملي جرام على المولكولار ويت. الويت هو اللي عايزه، يبقى هيساوي الملي مول اللي هو 30 في المولكولار ويت 74.6 هيساوي الويت بتاعي بالملي جرام. طيب تعالى بقى ادخله في البوتاسيوم كلورايد، بيقول لي 23%، هنشوف ما يكافئ ده بالمل. بوتاسيوم كلورايد 23 جرام لكل 100 مل. طب الملي جرام دي هحولها للجرام واحطها هنا، هتبقى موجودة في كام مل من السوليوشن وسهلة. رقم 25، 10 ملي امبول من البوتاسيوم كلورايد انجكشن بتحتوي على الرقم ده او بوتاسيوم كلورايد. What is the concentration of potassium بالملي مول بير لتر in this solution؟ وخد بالك ان المولكولار ويت بتاع البوتاسيوم كلورايد 74.6 والاتوميك ويت بتاع البوتاسيوم فقط 93.1. زي ما احنا لسه قايلين، طالما عندي فورمولا محتاج اعرف البوتاسيوم كلورايد ده هيتحول لايه، ديسوشيتد لبوتاسيوم 1 كلورايد باللوجيك طبعا، ولكن ادينا بنذكر بعض. يبقى دي 74.6 هتتحول ل 1 كلورايد، 1 بوتاسيوم اللي هو 1.39 جرام من البوتاسيوم كلورايد، وهنا من البوتاسيوم. طيب انا مش عندي الرقم ده من البوتاسيوم كلورايد، ده الانجكشن فيها كام؟ الرقم اهو، الرقم اللي هو 2.98 جرام من البوتاسيوم كلورايد، هيبقى فيهم قد ايه من البوتاسيوم؟ الرقم اللي طلع لي من البوتاسيوم ده، الرقم اللي طلع لي من البوتاسيوم ده هيبقى كله موجود في 10 مل، لان هو قال لي الانبوله كامله 10 مل، الانبوله كامله 10 مل بتحتوي على الرقم ده من البوتاسيوم. يبقى اذا ال1 مل، لان هو عايز البوتاسيوم ملي مول بير مل. تمام، يبقى انا هشوف ال1 مل فيه قد ايه لما ال10 مل فيها الرقم ده، وده اللي هيطلع من هنا هيبقى هو الويت اللي انا هبقى اخده ادخله في الملي مول بتاعي، بيساوي الويت على المولكولار ويت، والمساله ان شاء الله اتحلت. يعني كل الفكره ان انا عندي 10 ملي امبول من البوتاسيوم كلورايد فيها الرقم ده، فانا كل فكرتي ان انا جبت ال10 ملي كلهم فيهم كام من البوتاسيوم بالتحويله اللي احنا قلناها بتاع المولكولار ويت دي، ولكن هو عايز المل، ملي مول بير مل، يبقى المل الواحد فيه كام؟ طب خد بقى الويت اللي طالع ده ودخله في الملي مول ايكويشن والموضوع هيبقى سهل. رقم 26، when the pKa of a base is equal to 9 and the ratio of non-ionized species to ionized species is 10:1، ال pH بتاعتي كام؟ ال pH log ال unionized على ال ionized plus ال pKa، فالموضوع سهل. رقم 27 بيقول لي a pharmacist is required to produce 1 liter اللي هو 1 liter يعني of a solution of a sodium chloride solution of such a strength that when 20 مل، نفس فكرة الديليوشن اللي احنا خدناها، لما ضفنا 20 مل خد بالك ان هو بيقول لي diluted، يبقى عملت له ديليوشن ل 100 مل with water، the resulting concentration او الكونسنتريشن بتاعي بقى 0.9% weight per volume. تمام، the only available sodium chloride is in the form of tablet، ومحتاج طبعا عدد التابلت. طيب انا عندي الفاينل برودكت بتاعي 0.9 جرام لكل 100 مل، يبقى لحسن حظي ان هو مديني برضو ان انا واخد 100 مل، فال 100 مل دول انا واخدهم من 20، يعني ال 0.9 جرام موجودين في 20 مل، وانا عايز احضر 1000 مل، يبقى هاخد قد ايه بقى بالجرام، والجرام دي اشوف فيها كام تابلت بعد ما تطلع. رقم 28، هاو ماتش اكتامول، مساله على الالليجيشن، والالليجيشن طبعا الالليجيشن من الحاجات المهمة جدا، فسهلة بقى واحنا اتكلمنا فيها كتير، فبرضو دي مسألة سهلة. Dose of drug 500 assuming no elimination occur in plasma plasma concentration 2 mic per mil والبلازما فوليوم
3 لتر. وات از ذا بروبورشن؟ يبقى انا عندي الدواء بتاعي 500 مل دي الدوز الاصليه. لما جيت اقيس البلازما كونسنتريشن لقيت في كل مل واحد 2 مايك، 2 مايك تمام. طب الفوليوم كله كان 3 لتر، يبقى هيبقى فيهم كام من الدواء؟ يبقى 2 مايك بير مل، يبقى كام في ال 3 لتر اللي هم 3000 مل؟ برضو سهلة، هنبتدي نعمل طرفين في وسطين، والبروبورشن بتاعتي ان انا اجيب الرقم اللي انا طلعته ده اقسمه على التوتال دوز اللي هو ال 500 واضرب في 100 عشان اجيب البيرسنت بتاعتي، خلاص؟ لان هو عايز بروبورشن. يبقى كل فكرتي ان انا عندي 2 مايك، 2 مايك اهو موجودين في المل، وانا عندي الفوليوم كله 3 لتر اللي هو 3000 مل، هشوف فيهم قد ايه، والرقم اللي طلع الاكس ده هقسمه على 500 اللي هو التوتال دوز واضربه في 100 عشان احوله للنسبه المئويه او البروبورشن. الدايجوكسين تي هاف 36 اور جيفن وات از ذا ستيد ستيت كونسنتريشن؟ الستيد ستيت هتوصل بعد قد ايه المفروض؟ يعني الستيد ستيت زي ما احنا قلنا من 4 ل 5 تي هاف تمام، فسهله يعني هو محتاج قد ايه الوقت اللي هتاخده. بيقول لي هاو ماتش بوريك اسيد الفريزنج بوينت، مساله على الفريزنج بوينت ديبريشن لسه واخدينها من شويه. الفريزنج بوينت 1% ايكوال 0.52 في البيرسنت بتاعت الدراج ايه على اسف في الاف دي 1% بتاعته زائد الدراج بي في الاف دي بتاعته على سي ودي واف لحد ما يخلص الادويه اللي هو مديها لي، كل ده بقسمه على الاف دي بيرسنت بتاع الادجستد سبستنس اللي هو البوريك اسيد هو مديهولي. واخد بالي بس ان الرقم اللي هيطلع هيبقى هو في 100 مل، وانا محتاج احضر قد ايه؟ محتاج احضر 25 مل، فهيبقى فيهم قد ايه؟ برضو سهله واخدناها قبل كده. رقم 32 هاو ماتش 90% الكول نيدد تو بي ادد تو 200 مل 20% ويت بير فوليوم؟ يبقى هعملها بالالليجيشن، انا محتاج احضر عشان هنا عندي 3 كونسنتريشن، محتاج احضر 70% الكول. يبقى انا محتاج احضر 70% اهو، اطلع السهمين بتوعنا 90% ومن 20%، واعمل الطرح بتاعي 20 من 70 50 و 90 من 70 20. طبعا هنا هو قايل لي ان انا ال 20% ده عند حضرتك 200 مل، يبقى سهل قوي، مش هجيب هنا التوتال بارتس، هجيب على طول ال 200 مل تعادل 20 بارتس، يبقى ال 90% ال 50 بارت دي اللي هي تعادل 90% هيبقى فيها كام مل؟ طرفين في وسطين، سهله برضو. رقم 33 بيقول لي ايه؟ starting concentration 200 والتي هاف 6 ساعات، what is the concentration after 24 ساعه؟ يبقى الكونسنتريشن بعد 24 ساعه اللي هو 24 على 6 ال 4 في 6 ب 24 بعد 4 تي هاف، احنا حافظينها الحاجات دي لما نحفظها، بعد 4 تي هاف بيحصل اليمينيشن ل 93 و75 من 100% من الدواء بيحصل له اليمينيشن. ال 93% دول اليمينيتد، فلو ضربتهم في ال 200 في 93.7 هيديني الكميه الاليمينيتد، اطرحها من 200 وهتديني الريميننج. بسهوله قوي ممكن اجيب ال 200 بعد 4 تي هاف هتبقى كام؟ 200 بقت 100 بقت 50 بقت 25، ادي 1 2 3 يبقى لسه لنا 1 بقت 12.5، سهله جدا. How many gram of boric acid should be used in compounding the following prescription sodium equivalent؟ برضو نفس الحاجات اللي احنا خدناها بس القانون وعوض تعويض مباشر. 10 ملي امبول من البوتاسيوم كلورايد انجكشن containing الرقم ده 1.4 جرام. What is the concentration of potassium ion؟ حلينا زيها كتير جدا. الماكسيمم بافر كاباسيتي دي رقم 36، دي تقريبا اللي ما خدناهاش خلاص، فنعلم عليها عشان ناخدها دلوقتي. الماكسيمم بافر كاباسيتي عندنا تو ايكويشن، لو هو مديني الديسوشيشن كونستانت ومديني الاتش بلس ومديني التوتال بافر كونسنتريشن، وما اعتقدش ان هو هيجيب دي في الامتحان، بس ناخد التو ايكويشن، فناخد البافر كاباستي او البافر كونسنتريشن ده بيساوي 2.303 اللي هي كانت مع الكي في السي، ولكن السي هنا ناخد بالنا ان هي التوتال بافر كونسنتريشن، وده بيبقى بالمول بير ليتر اللي هي مولر كونسنتريشن يعني.
بضربه في الـ dissociation constant اللي هي الـ K دايما في الـ H بلس على الـ K بلس الـ H بلس، وكل ده أرفعه للـ OS 2 تمام. ولكن I think يعني ان هو مش هيجيب الـ equation الكبيرة دي. في بقى equation سهلة بتديني الـ total buffer capacity على طول، وبتبقى سهلة في الحفظ 0.576 في الـ C، وقلنا الـ C اللي هو الـ total buffer concentration وبقيسه دايما بالمول او expressed mole per liter. طيب تعال نشوف هنا، هو مش مديني اي داتا خالص غير الـ concentration بتاعي 20 ملي جرام والمولوكولار ويت، فاحسب منه المول، ولكن اخد بالي ان انا بعملها مول بير ليتر، هنا ملي جرام بير ليتر، فالمفروض الملي جرام دي تتحول لجرام عشان اقدر اقول الويت بالجرام على المولوكولار ويت. المولوكولار ويت بتاعي 10 والويت ده هيبقى بالجرام وليس بالملي جرام، فهلاقيه بوينت صفر مع صفر يبقى بوينت 002 على 10، ده هيطلع لي مول بير ليتر عشان انا حطيت المول الواحد بالجرام تمام. طيب خد بقى الرقم اللي طلع لك ده، هيبقى ده هو السي، اضربه بس في 0.576. فارماسيست اد 1 جرام من الكالسيوم كلورايد مع الووتر تو 500 مل بوتل من الووتر. هاو ميني مل ايكويفالنت اوف كلورايد ايون بريزنت، عايز المل ايكويفالنت من الكلورايد ايون. مديني الموليكولار ويت بتاع الكالسيوم كلورايد، مولوكولار ويت 147، هو حاططها 107 111، حاطط لي الكالسيوم كلورايد المفروض المولوكولار ويت بتاعي 147. طب تعالوا نبص على المساله دي تاني. افارماسيست اد 1 جرام من، يبقى انا حطيت 1 جرام اهو من الكالسيوم كلورايد مع 2 ووتر تو 500 مل، حطيت ده كده على 500 مل من الميه، ومحتاج الملي ايكويفالنت بتاعه الكلورايد ايون تمام. يبقى انا عندي المولوكولار ويت محتاج الملي ايكويفالنت، تعالى نفتكر الفورمولا بتاعته، المولوكولار ويت بيساوي الويت بالملي جرام على المولوكولار ويت في الفالنسي، صح كده؟ مولوكولار ويت هو مديني المولوكولار ويت بتاع الكالسيوم كلورايد 111، ولكن المفروض الكالسيوم كلورايد بيبقى 147، يبقى هو هنا مش ضايف عليه المية. يبقى انا عندي الفورمولا بتاعتي كالسيوم كلورايد، لما اجي احسب المولوكولار ويت بحسب الفورمولا كاملة لو هو مش مديني الرقم مظبوط، وعندي 2 مية، يبقى بحسب المولوكولار ويت بتاع الفورمولا كاملة. انما لما اجي احسب الفالنسي المية دي مش هتهمني خالص، يبقى الكالسيوم كلورايد هو مديهولي 111، اجمع عليه بس الاتنين جزيء من المية اللي هي 18 و 18، 36، هنلاقيهم بالظبط 147 زي ما احنا قلنا. الكالسيوم كلورايد دايما المولوكولار ويت بيتحسب 147، فانا عارف ان هو 147، فلما الاقيه 111 اكيد هو مش حاسب حاجه، فهو هنا مش ضايف الاثنين ووتر معاه، فببتدي اضيفها، يبقى ده المولوكولار ويت بتاعي الاصلي. طيب تعالى بقى ندخل المولوكولار ويت بتاعي في الفورمولا بتاعتي اللي هي الملي جرام الويت بالملي جرام اللي هو 1000، 1 جرام يعني 1000 ملي جرام صح، على المولوكولار ويت اللي هو طلع لي بقى 147 اهو، واضرب ده كله في الفالنسي. احنا قلنا الكالسيوم كلورايد وقلنا بنحسب الفالنسي ازاي، الكالسيوم ده ثنائي التكافؤ يبقى 2، واضرب الاثنين في التكافؤ بتاع العنصر الثاني، الكلورايد تكافؤ 1 احادي، يبقى 2 في 1 ب2 صح كده، يبقى المساله ان شاء الله سهله يعني.